ان شاء الله النهارده هشتغل على علبة مناديل على شكل بيت عصافير. اهو الشكل، ادي بيت العصافير اهو من فوق بالمنظر ده. والعلبة بتكون بتبقى واقفة كده، ما بتكونش نايمة بالشكل ده. فدي العلبة، هي الظهر بتاعها اهو، هشيل المفصلات وتتحط المناديل الكيس جوه وتتقفل. فانا هشيل المفصلات عشان ارجع احطها بنفس لونها، متى ما غيرش في لونها. اللي حابب طبعا يلونها بلون الظهر بلونه، طب دي حرية شخصية. انا هعمل ايه، هاجي عند الجزء ده والجزء ده، هعمل استنسل بيرز بالشكل بالشكل ده. عندي الستنسل اهو، احطه الكويس ان هو يبقى مرن عشان يجي معايا، يبقى مريح معايا بالشكل ده، اعرف امسكه واحط الستنسل بالمعجون فيديني بروز. وبعد ما ينشف، بعد ما اخلص اروح شايلاه، هيبقى حر الحركة واقدر ان انا اضغط عليه، لاني ده في كيرف. لو الستانسل ناشف هيبقى صعب عليا ان انا احطه ويبقى محطوط على السطح بتاعي بالشكل ده. واضح؟ وهسيبه ينشف طبعا. وده الشكل بعد ما نشف، بعد ما عملته ونشف اهو الناحيتين. هاجي في الجزء ده هحط شغل. عندي الشكل ده الشكل ده ورود بالورد بلدي اهو، هحط الشكل كده. نفس الوردة دي اللي موجودة في المولد ده، هي هي بوليستر من عند لبنى. انا دايما بحط اللينك بتاع البوليستر بتاع لبنى في الفيس عندي، او اللي حابب يسألني وانا حطه له. هلزق بالغيرة بالشكل ده بحيث ان يبقى داير ما يدور الفتحة بتاعت اللي هتطلع المناديل منها. اوكي، انا هنا الحركة دي اللي هعملها ايه بقى، هدهن السطح بتاعي كله بالغيرة. مش هخلي بس اللي هو الجزء بتاع اقول لكم ليه، عشان انا لما هاجي هلزق القطع بتاعتي وتنشف واجي ادهن الطبقة اللي بعد كده، هحس ان انا حوالين الشكل بتاعي بيشقق حتى لو الغيرة بتاعي ناشف. يعني انا هسيبه ينشف، فحتى لو الغيرة ناشف للأسف اوقات بيشقق، فبيديني شكل حتت وحتت. حلو. فانا طيب، انا ممكن استفيد بالحركة دي واحط الغيرة على السطح بتاعي كله، بحيث انه لما يشقق لي هيديني السطح كله مشقق بشكل ظريف، وفي نفس الوقت تقفل لي مسام لو الخشب بتاعي تسد مسام. يبقى انا استفدت بحاجتين، هسد مسام بتاع السطح بتاعي. انا هشتغل بتشوك بينت، فبالتالي مش محتاجة ان انا ادهن طبقة بلاستيك او حاجة. التشوك بينت كفاية لوحده. خلاص، يبقى انا هبتدي الزق. عندك السطح بتاعي اهو، الصغنونة دي هنا على حرف الصورة، حرف الدوران، واعمل دي كده. طبعا هينشف، اهو كده
هسيبه لما ينشف عشان ابتدي ادهن. فطبعا لما هينشف الغيره بتاعي هيشف معايا وهيديني شكل مش هيبان، بس بعد ما ادهن الطبقه الفوقانيه لو شقق معايا يبقى على الاقل عمل لي شكل ظريف كده. تمام اهو، اجيب الصغيره دي احطها اقفل بيها الدوران بتاعي بس كده. اما ينشف هرجع هعمل على الجناب كمان نفس الحركة. هشتغل بالفرع ده على الجناب، الجنب ده والجنب ده. ممكن اعمل عصافير بعجينة سيراميك والزقها، بس طبعا انا مش هعرف يعني. انا ممكن اعمل ده كده ماشي ما وقعش. هلزق برضو بالشكل ده كده. عندي عصفور اهو، هوقفه على فرع الشجرة واضح. عندي عصفور تاني صغنون ممكن يبقى على الفرع التاني بالمنظر ده. ممكن هنا اعمل كده الزق ده بالشكل ده، او احط العصفور ده هنا مثلا والزق ده كده، يبقى الفرع طويل طالع مني و وحط العصفور كده طاير بالشكل ده والعصفور التاني هنا. المهم هجرب ده وهجرب ده وهلزق، ولما ينشف خالص هعمل برضو هدهن كله وداري المسامير بالغيرة بالمعجون والزق، وبعدين نرجع اشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو كده انا هعمل ده كده، اجي هنا كده كده احلى، المنظر كده احلى. هعمل واحدة طايرة هنا ونلزق مع بعض وهسيبه ينشف خالص ونرجع للخطوة اللي بعد كده. بعد ما نشف كله وعملت لزقته ونشف خلاص هبتدي ألون. انا عندي لون كافي هو اللي انا عايزة ألون بيه السطح بتاعي. ده تشوك بينت لون كافي. هلون العلبة كلها بي. وكل البوليستر اللي عليا اللي عليها برضو بيه، السطح كله نفس اللون. بنفس الطريقة دي هلون السطح كله واسيبه ينشف وارجع اوريكم الخطوة التالية. كده خلصت كله وذهبت او بتنت او عتقت زي ما تحبوا تقولوا بالذهبي المائي اللي هو ستوف. اقرب بقى على العمل بتاعي اوريكم نتيجة دهان السطح كله بالغرق قبل ما ادهن، وانا سبته تقريبا اشتغلت بعديها بيومين. شايفين لما دهنت والدهان نشف حصل تشقق ازاي؟ واضح كده التشقق. التشقق ده يديني
شكل ان الحاجة قديمة عتيقة شوية مشققة. عشان كده انا دهنت سطح ال قبل ما ادهن دهنت السطح كله بالغيرة عشان يديني تشقق اللون نفسه يشقق معايا. تمام، احود الناحية التانية، شايفين باين قوي، كل ما اقرب الفوكس ما بيظهرش التشقق، ظاهر من بعيد، شايفين كده الجزء الفوقاني اهو، وادي العصافير في الجنب بالورد والعصافير وفرع الشجر. وطبعا القاعدة كلها انا دهنتها بالذهبي، شايفين كده من الظهر بقى. الظهر ما عملتش فيه حاجة غير الدهان ومشطت كده تمشيط خفيف بالذهبي، والمسامير بتاعت كانت بالفضي دهنتها ذهبي عشان انا ما عنديش مسامير مناسبة للقفل والحاجة دي. تمام، اوريكم بقى من الجنب التاني اهو. تمام كده، شايفين التشقق برضو باين قوي. وادي نرجع للواجهة بتاعتنا تاني. يبقى كده انا خلصت علبة المناديل بتاعتنا، يا رب تعجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله بفكرة مختلفة شوية. باي باي.